ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ ربي دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه سهله جدا مغذيه قوي، هتعجب ولادك. لو عندك ضيوف او مستعجله وعايزه تعملي حاجه بسرعه، الكيكه دي مناسبه ليكي جدا. جبنه كده باكو من الاوريو اللي احنا بنحبه ده كلنا، اوريو بوريو اي نوع من انواع ديت، جميل جدا. انا حطيته في المطحنه، ضربته كده لما بقي زي البودر كده بالمنظر ده. وطبعا معايا كده دول حوالي 5 معالق من اللبن. انا هاخد شويه شويه وهقلب لغايه ما اشوف القوام بتاعه ايه. بصوا كده، هو عايز تاني شويه شويه زي ما احنا متعودين، علشان خاطر ما يحتاجش خليط تاني من الاوريو واضطر ان انا اجيب تاني واطحن تاني. فانا عشان كده بضيف شويه شويه. بصوا هو كده يمكن محتاج حوالي نص معلقه تاني من الاوريو، بدون بيكنج باودر، بدون فانيليا، بدون مكونات بقى والبيض والحاجات دي، هتطلع احلى كيكه. بصوا هقلبه حلو كده، احط له شويه تاني من اللبن. كمان مناسبة لكل الناس اللي بتحب تاكل شوكولاتة، تقدري انت كمان تزينيها بقى في التزيين بتاعها بالطريقة اللي تعجبك. بصوا هنخلي قوامها، بصوا اللي هي كده بيتقال عليها مورقة، بصوا اللي هي بتنزل وتقطع، مش بتفرش على طول، بتسيب مكان في الطبق. شايفين اهو، هو ده القوام اللي انا عايزاه. وبعد كده بقى هتجيبي الاطباق اللي انت عايزة تحطي فيها، او لو عايزه تعملي كميه كبيره ممكن تكوني بتعمليها صينيه كبيره. بصوا بالمنظر دوت كده، هنبتدي بقى نحطها في الميكرويف على دقيقتين او 60 ثانية، او ممكن نديها دقيقه ونشوفها. لو محتاجه تاني نديها دقيقه تاني. ولو عندك صينيه هتعمليها في صينيه كبيره وما عندكيش ينفع تخش الميكرويف صواني، ممكن تحطيها في صينيه عاديه وتحطيها في الفرن، هتطلع بنفس التيست دوت. تعالوا نحطها في الميكرويف ونشوفها لما تطلع. بصوا بالمنظر ده، بامانه كل اللي خدته 60 ثانيه. بصوا شايفين شكلها، بصوا هتبتدي بقى زينيها بالطريقه اللي تعجبك. انا خدت شويه من الكريمه اللي جوه وابتديت احطها كده فيها من النص. طبعا التزيين ده اختياري، تقدري تزينيها بالطريقة اللي تعجبك. بصوا بالمنظر ده بجد احلى كيكة ممكن تعمليها في ثواني. تعالوا بقى كده، بصوا شايفين من جوه عاملة ازاي، شايفين بجد جميلة جدا جدا. جربوها وقولوا رأيكم ايه في التعليقات. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. بصوا مرق ازاي ده، احنا حتى لو هنعملها كيكة عادية مش هتطلع هشة وجميلة بالمنظر دوت. بصوا جربوها، منتظرة تعليقاتكم، واشوفكم ان شاء الله على فيديوهات تانية كتيرة جديدة.